السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون بخير. الحال ديالي هذا ما بقى مشكل هنا في هذه الخطانه هذيك. هنا كنا بيكالا، هنا كنت بقيت السيكان ديالي وهذاك الشيء. اليوم الاخر عندي في جيبوتي، واليوم نهار 11، اليوم 11 في شهر جوج 2022. بدأ من الباكاج أول مرة نشوف بيك على الجمعة. هاد الشي مجموعة هنايا بحال شي بحال غادي في شي كار ولا شي حاجة، لأنه غادي نسافر إن شاء الله في الطيارة، وغادي تعرفوا في هاد الفيديو إن شاء الله فين غنمشي. درتهم في كارطونة لحقاش ميمكنش ديرهم في يعني دير باليزات وداك الشيء، لان ما نحتاجهمش يعني من بعد بلاصه اللي تزوجها اللي توصل ليها. يعني غادي تركب سيكان تمونتي البيكالاج، يعني مع الصوت هنايا حيت الروايد اللي يدوب والشونجمون مهم بين المستيات كل شيء مخصر باش تجي مجموعة شوية هنايا ومع غيداش. يعني تما وصلت تما ومونطاج، يعني فمكتبش لي نكمل التراجي ديالي اللي كنت معول عليه، يعني نرجع اثيوبيا وندخل السودان، لانه اريتريا هنا مسدوده، ولا بغيت نرجع لاثيوبيا وندخل السودان لحد المسدودين، لان ديك الجهه الشمال في اثيوبيا تما فين كاين يعني الحرب دابا. كنقص تنظن نقصوا عندهم مشاكل. كنشكر بزاف الشركه المغربيه سوماجيك اللي خلاتني انني نعيش هاد الايام وسط اجواء مغربيه ووسط المغاربه اللي لا تقدر بثمن. والمغاربه هنا كاملين الله يعمرها دار والله العظيم، ومشرفين بالمغرب بالخدمه ديالهم، كنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. صورت لكم واحد المقطع ديال البروجي اللي كيبنيوه هنايا في جيبوتي. جيت دابا عند السي محمد هنايا من الناس اللي خدامين في الشركه ديال سوماجيك جيبوتي، غنسولو بعض الاسئله وغادي يجاوبنا عليهم ان شاء الله. نشكرك بزاف السي محمد وسمح لينا. مرحبا زينا برزطناك اخويا، فرحنا ملي سمعنا قالنا جيتي عندنا. الله يحفظك بارك الله فيك. راس العين كاع تا هي كيبقاو لك يعرفوك وما يطلبوا مني باش. الله يحفظك بارك الله فيك. الله يكثر خيرك. بحال في وسط المغرب بحال في وسط العائله ديالك. الله يحفظك بارك الله فيك. شنو المشروع اللي كاين عند سوماجيك هنايا في جيبوتي؟ حنا في جيبوتي نقول لك في لافان ديال 2020 وجينا هنا بور كونستكسيون واحد تيرمينال بترولي في بروفينسيال طماجو تقريبا دابا عام. فوالا عام فيستيفال شهرين. فوالا ان شاء الله شحال فيه تقريبا؟ فيه تقريبا واحد 3 زون 3 زون ان شاء الله. شحال ديالو في بورسونتاج؟ وصلنا تقريبا واحد 65% ان شاء الله. الامور غادي الناس الحمد لله كلهم كيديروا مجهود
ما انا با تخوي ديفيكولتي مع الناس ديال جيبوتي راه خصوصا بحال في اون دوزيام بي ديالنا حتى الناس مزيانين الدولة مسلمة الناس قلال وخدامين معنا يوصلون بيان انتيغري زعما في الحقيقة وكيحاولوا يتعلموا تو معاود ان شاء الله وكيديروا معاهم جهود الامور غادي ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله تحدي الوقت مازال غادي ندوزو ان شاء الله هنايا في جيبوتي دابا عام وشهرين ودابا ان شاء الله نقول في لو مي ديال 2023 ان شاء الله نكونوا سالينا ان شاء الله وان شاء الله كاين ديجا بروجي ان شاء الله بور ديسكسيون راه مدريس جينيرال دو سوماجيك فوالا مدريس جينيرال دو سوماجيك راه عجباتهم خدمه ان شاء الله دخلتوا نتوما في الاول على قبل هذا البور على قبل البروجي ان شاء الله فوالا من بعد تبارك الله عجباتهم خدمه ولا خدمه ان شاء الله اون تران دو فوار دي زوتر بروجي ان شاء الله ان شاء الله بالنسبه السي محمد الناس اللي يعني من المغاربه اللي كاينين هنايا اللي جاوا تقريبا في الشهر شهر 11/2020 كيمشيو للمغرب وبيان سور كاينين دي كونجي اورغانيزي للناس اللي في البلاني انيال وكل واحد كيوصل وقت الكونجي ديالو كيمشيو كيرجع عاوتاني وكنديرو له اوليف فوالا بالنسبه لواحد السؤال السي محمد كيف جاتكم الخدمه في جيبوتي مقارنه مع المغرب كاينين شي ديفيرونس وتصور انه المغرب ماشي بحال هنا انا مدينه دوله صغيره و لي مويان قلالنا ماشي بحال المغرب يعني كاين بليزور كيكونوا لي روتار في ليفريزون في لاماشونديز هذا ولكن اون جينيرال لوبجيكتيف لي جينا عليه سي لا ميم اوني اوبليجي باش ساتيسفي بوزوان ديال كليون ديالنا هو لوبجيكتيف رقم واحد بانه البروجي ديال بنينا مع ديريكسيون جينيرال ديال لازون فرونش واللي كنطمحو ان شاء الله نغيازو البروجي في كونديسيون كاليتي ان شاء الله ايل بلانين لو طون بلانيفي بيان سور ومن طوب باش نقاردو معاه واحد ليماج اللي كنا حنايا هو الكليون بيرمانون دونك حنا هما الكليون بيرمانون ديالو في كل زوتر بروجي ان شاء الله ان شاء الله وبيان سور بور لوبجيكتيف ديال لونتربريز نحمرو الوجه ديال لونتربريز ديالنا ان شاء الله لان درتنا ثقه ومن طوب نحمرو الوجه المغاربه كاملين لان الدراكو المغرب عندنا فوق كل شيء عندنا فوق كل شيء ان شاء الله وهذا هو الوجيكتيف ديالنا انا دابا في واحد الدوله اللي غتعرفوها بهاد التصويره هادي ولا بهذي ولا بواحد الشخص تا هو واحد الشخص معلمة تا هو ولا بالمعالم ديال الطرق مبغيتش يخرج من هنا هو لا عجبتني ولا معلم السلام عليكم لا انا يا سامي سامي المرة الثالثة المرة الثالثة المرة الثانية كنتلاقى معاه في تركيا ولكن هذا في تركيا انا دابا وهاد المره هادي ما غاديش ندوزو وقت كثر وقت بزاف زعما لانه عندي هنايا في تركيا غير 15 ساعه ديال الاسكال وصلنا لقاره جديده دابا ديك على هي من افريقيا طارت امريكا الجنوبيه انا دابا في دوله البرازيل في ساو باولو بالضبط ومعايا هنايا الصديق زكريا شحال هو كاين هنايا في البرازيل حتى هو كيدير بيكالا كنت هو اول واحد لقيته هنايا جا عندي المطار ودابا شي 4 ايام ولا 3 ايام باش وصلت هنايا لساو باولو ونسولو زكريا شحال هو هنايا شحال نجي في البرازيل اخويا تقريبا عامين من 2019 هذا الشيء هنا في الشهر قول شهر 10 2019 قبل ما تكون كورونا قبل ما يكون كل شيء ما يجينا كنا سايرين القرايه وراي سنهار يا ترى ما كنتش نتلاقاو انا وياه في فيغينيا كوناكري انا كنت في فيغينيا كوناكري بالصاك وهو كان غادي لكوت ديفوار تخالف ملي كان ديك الساعه قريب عيلت كبير كان ديك الساعه ما كيديرش بيكالا هو تجا البرازيل هذا يعني جبتي معك بيكالا وقال من لا خليتي هذاك سالي تلقى المهم تجا هنا و جيت هنايا صاحبي بيكالا ريح باش يورو جايز بيكالا دابا عامين ونص هو في البرازيل ولا برازيلي هو تلاقى في الزرق هنايا دابا انا اللي براني هنايا هو راه برازيلي صافي ولا كيكونوا تيمشيو لشي بلاصه كيقولوا ما هذا راه براني هذا زعما هو راه برازيلي واش هذا راه سترانجيرو اللغه هنا مهمه برتغاليه كيهضروا ما كتهضرش بالبرتغاليه هما هنا ما كيهضروش بالانجلي ولا شي لغه اخرى يعني ضروري تتعلم برتغاليه يعني باش تتواصل هنا مع الناس يعني لا باس يعني داكشي اللي كتواصل به يوميا
وغادي نبداو دابا في قاره جديده ان شاء الله. نشوفوا هاد القاره شنو مخبيين ان شاء الله. وخا صراحه ما مازال افريقيا اللي مازال كاين في القلب فوسي يعني مسخيتش يعني افريقيا الصراحه. ولكن حاليا المنطقه اللي كنت فيها الحدود مسدودين وداك الشيء. الباسبور عمرته في افريقيا دابا خصني ندبر في شي واحد اخر. شنو ندبر فيه؟ خصني نبدلو زعما ندبر زعما غير اللي كنت فيها عمر. هذا دابا صافي بقات فيه واحد الوريق هنايا اللي خاوي وهادي ديال تركيا. كنت درت ترانزيت تمايا وهادي ديال المغرب. تبحث اجي راه كان عمر لي الباسبور بالما في المطار ديال تركيا شي عطيتو الايميغراسيون نص في الباسبور كيقطر بالما. توصلت عنده مع داك لقيتو فيه الما ونشفتو في الطواليت في هذيك هذيك اللي كنشفو بها بلي اليوم هذيك بقيت تنشفتو عاد عاد نمشي. ويسالي في شهر 12 يعني هو اصلا ملي كتبقى فيه 6 شهور ما كيخلوكش يعني ما كيبقاش عندك الحق باش تدخل به شي دوله. يعني كاع الدول كيطلبوا ان الباسبور يكون فيه اكثر من 6 شهور ديال الصلاحيه. يعني انا في شهر 6 5 غادي يعني غادي يوفى. يعني خصني يكون عندي شي واحد اخر اللي بغيت نخرج من هنا. اوكي ان شاء الله ضروري ما غادي نرجع نكمل في التراجع ديالي يعني من بعد. او صراحه ليلى بس خيت نخرج يعني مكرهش هذيك الساعه نكمل يعني التراجيدي اللي تما. ولكن يعني ما كاينش حل يعني ماشي ما كاينش حل وانما الحدود ولا بزاف ديال لي زوبستاك يعني الحدود مسدودين ما عارفوش مش غادي تحلو مثلا ما بين اثيوبيا والسودان. يعني ما كاينش يعني شي امل تما. يعني تبقى تسنى و من الأحسن نمشي بالبل عارة كاملة يعني بحال البرازيل هنايا بوحدها راه قارة راه خامس أكبر دولة يعني في العالم يعني قارة بوحدها يعني تسارى فيها ما تقدرش تساريها كاملة. كاينين بعد غير الولاية فيها هذيك الدولة. وكنبغي نشكر الصراحة كاع الناس اللي عاونوني يعني في الرحلة ديالي في افريقيا. الناس اللي كان تنبات عندهم تخلوني ندير الخيمات يعني كتاكل معاهم يعني حتى هما كيشاركوا معاك الطعام بزاف ديال يعني بزاف ديال الحوايج يعني اللي كتبقى تفكرهم صراحة. و يعني ما بقيتش عارف نعبر والله العظيم ما كنعرفش نخرج يعني هذاك الشيء اللي الداخل والله العظيم ماشي الفا. كانوا بزاف ديال الحوايج لانه ماشي يعني الفيديوهات اللي كنت نحط في يوتيوب يعني هما الرحله كامله. فكنت من قبل ديجا يعني اكثر من شحال تقريبا من دوله صورت فيها يعني اللي صورت يعني مثلا صورت في ناميبيا وزامبيا واحد شويه وتنزانيا كينيا اوغندا اثيوبيا والصومال يعني 7 21 دولة اللي عناني ما صورتش فيهم يعني فيديوهات في اليوتيوب بديتو يعني. فيعني راه كاينين بزاف ديال الحوايج اللي دازو وما يعني وما كاينينش فيديوهات يعني اللي زو حوايج اللي زوينين بزاف وكاينين حتى حوايج اللي خايبين. ولكن راه 99% حوايج مزيانين صراحة صراحة. يعني غير كلمة شكرا شي ما يعني وما كافيش صراحة يعني في حق هذوك يعني في حق الناس كاملين صراحه اللي يعني اللي كانوا تساعدوني. فاش كنت تمرض بالملاريا كتلقى شي شحال مره كنكون في شي فيلاج كتلقى هذوك الناس كيعتنيو بيك بحال ولدهم فهمتي كيعطوك تاكل هادي كيبقاو لا خصك تشرب الدواء لا هادي. حتى المغاربه اللي عايشين في افريقيا كاملين الله يحمرها دار كيف ما قلت لكم 21 دولة اللي ما صورت فيها. فراك تنتلاقى مع مغاربة قبل مني وشي في الجهة فين بديت كنصور ما كانوش مغاربة تما. كاينين تلاقيت في جيبوتي وكنت تلاقيت في كينيا هذه شوية
في جنوب افريقيا. وهذيك الساعه جنوب افريقيا هي ما صورتش فيها، فكانوا مغاربه بزاف صراحه، على في كوت ديفوار، السنغال، الغابون، الكونغو، برازافيل، انغولا، ناميبيا، فمغاربه كتلقاهم والله عمر دار ما كيفوتوكش والله العظيم. 99% ديالهم كيفرحوا مني كيلقاوك، بالاخص في الدول الافريقيه فاش كيتلاقاو راه ما كيفوتوكش، راه كيتلقاوك حتى كيعرفوا كل شيء عندك هو هذاك والله العظيم. يعني كتعرف مغاربه حتى يعني تخرج يعني. المهم انا هذه في افريقيا الناس اللي تلاقيت من المغرب 99% ديالهم الله يعمرها دار، وكثر من الله يعمرها دار، وكنشكرهم واحد واحد، هما بزاف ما نقدرش نذكر الاسماء ديالهم، واخرهم في جيبوتي مغاربه هذه الشركه سماجيك اللي الله عمرها دار الصراحه، اللي تكلفوا كل شيء صراحه، من اللي دخلت حتى خرجت ما والو، قال لي انت ارتاح اللي جيتي عندنا ما تفكر لوالو، اللي حتى غادي تمشي فين بغيتي. كنشكرهم بزاف والله العظيم. ودابا غادي ما غنساوش افريقيا، ولكن غادي نرجع عليها ان شاء الله، طال الزمان وخسر. وغادي نبداو في قاره جديده ان شاء الله بعد غدا. غادي نبدا هنايا دابا، دوزت قاديت البيكالا، بدلت كل شيء، هذاك الشيء اللي خاصو يتبدل جديد، بدلت الجانطة، السلوكة، المايو، الكاسيت، السلسلة، الطراش، الفرانات، المهم كاع هذاك الشيء اللي باش نبداو قارة جديدة، كلشي جديد. أصلا الماتيريال الآخر كان مات، الجانطة وهذاك الشيء السلوكة حتى هما يرشاو، ولو كيترسو بوحدهم واخا الله العظيم. كل مرة كتكون بيكالا محطوطة كنلقاهم مرسي، ما عرفتش مناش السلوكة اللي كنت ركبش في الاخر وقال عياني، فبدلت كل شيء، عمارة كاملة دي السلوكة والمايو ديالها بالجانطة، باش نبداو هنا جداد، باش كون عارف عاوتاني شحال المدة ديال هذاك الماتيريال، امتى غيموت وداك الشيء، وتوجد ليه عاوتاني. وكما قلت لكم ان شاء الله بعد غدا غادي نبدا الرحلة ديالي في البرازيل، بداية من البرازيل، واخا هنا امريكا الجنوبية كاين شي دول اللي ما عرفش، ولكن لما كيبان ليا يكونوا الفيزات ديالهم صعاب شوية، ولكن الا درتي فيها راسك غتاخذها، واش يعني شي درتي راسك شي فيزا غتاخذها، ونتمنى من الله التيسير ان شاء الله.
سبيكر راه هنايا عالم اخر هنا من فوق الرويضة كتبني نزلات الله اكبر هاتم نزلوا حتى 900 متر Slight right toward Avenida Vieira de Carvalho, then slight left. Slight right toward Avenida Vieira de Carvalho, then slight left.